ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي دفع شباب محافظة الأنبار إلى السباحة بنهر الفرات هربا من حر المنازل وعيون حجلان بقضاء حديثة وجدت هي الأخرى إقبالا واسعا لعذوبة مائها وجمال مناظرها، وتعد متنفسا سياحيا لأهل القضاء والوافدين من خارجه لقضاء وقت الظهيرة في الماء بدل النوم الذي قلص التيار الكهربائي وحرارة الصيف ساعاته وغير جداوله. مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف شاهدنا إقبال المواطنين على السباحة في نهر الفرات وأيضا في المصايف المحيطة في نهر الفرات مثل منتزه عيون حجلان للمياه الكبريتية. أيضا شاهدنا إقبال المواطنين ليس فقط من داخل محافظة الأنبار، شاهدنا توافد السياح من بغداد ومحافظات الوسط تحديدا إلى محافظة الأنبار وإلى بحيرة الحبانية وأيضا المناطق السياحية التي تقع على ضفاف الفرات مثل نواعير هيت وغيرها. احنا من محافظة بغداد جينا خطار قضاء حديثة، جينا بالعطلة الصيفية نسبح على نهر الفرات، مي حلو بارد ونظيف. جينا انا واصدقائي سفرة مدينة حديثة على نهر الفرات. بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالصيف هسه حاليا، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي يتواصلوا ويا جماعتنا من بغداد وباقي المحافظات ويجون يمنا يتعلمون السباحة وهم يتونسون، ونجيب ويانا مثلا الفواكه هيش نتونس ونقعد على المي، قعدات حلوة وأجواء لطيفة ومي ما شاء الله بارد وحلو. سمعت هواية بعيون حجلان وجيت الحديثة وزرتها، عيون يعني تعالج الأمراض الجلدية وبنفس الوقت عيون ترفيهية، وجميع الشباب يجون هنا يتصيفوا.